دي العمارة اللي اتولدنا فيها أنا وعيسى. اتولدنا في نفس الشهر في نفس السنة، هو في أول ديسمبر وأنا في آخره، وبقينا نحتفل بعيد ميلادنا كل سنة في نفس اليوم 15 ديسمبر. جمعنا 30 يوم بتوع الشهر وقسمناهم علينا. كل حاجة في الدنيا كنا بنقسمها علينا، مش بس كنا في مدرسة واحدة، حتى يوم الأجازة كنا نخرج سوا. أهلنا كانوا عارفين إننا ما ينفعش نقعد يوم واحد ما نشوفش بعض. ويظهر إنها كانت بتغير عليا من ساعتها. حتى دروسنا كنا بنذاكرها سوا، كان أشطر مني وبيشرح لي كل حاجة مش فاهمها. ما كنت شايفة غيره في حياتي، ومش شايفة حياتي من غيره. رحت مدرسة تانية في إعدادي وثانوي، بس برضو كنت بعدي عليها كل يوم أخدها من قدام مدرستها. واتقابلنا تاني في الجامعة، مجموعه كان يجيب هندسة بس صمم يخش تجارة عشان يبقى معايا. كان حبيبي وأخويا وصاحبي. ماتت أمي وسارة بقت أمي. ومات أبويا. وعيسى بقى أبويا. ايه الريحه الحلوه اللي قلب الشارع دي؟ انا قلت بقى اعمل لكم الكعك اللي انتوا بتحبوه. طب بقول لك ايه؟ امسكي دول قبل ما ساره ما تيجي. ايه دول يا حبيبي؟ ده المبلغ اللي قدرت اجمعه الشهر ده، عايزك تديهم لساره وتقول لها تروح بكره تديهم لشكرا عرموس. ايوه يا ابني، بس ده كتير عليك. هو انت كل شهر كده هتسد ديوننا؟ يا خالتي ديونكم هي ديون، وبعدين يا ستي اعتبرهم جزء من مهر ساره لغاية لما ربنا يقدرني ونسد ديون شاكر عرموس وبقيت الديانة. ماما أنا عارفة أقول لك. أهم حاجة سارة ما تعرفش إن الفلوس دي مني. أنا مش عايزها تبقى مكسوفة مني وخصوصا الليلة دي. حاضر. بس هقول لها جبتهم منين؟ يا بطوط وأنت هتغلبي. يا ستي قولي لهم حوشتهم من مصروف البيت. هي هتعد وراكي. ربنا يساعدك يا حبيبي. يا رب يمد في عمري لغاية ما أشوفك أنت وسارة في بيت واحد وأشيل عيالكم. قريب أوي إن شاء الله. هي جت زي ما اتفقنا. ان شاء الله ما تخافش. خف شويه يا عم منصور، لسه ما ابتديناش. يا عمي انا يا دوب ادوق. ايه ده؟ عم منصور اهلا. مين عمل كده؟ اللي عمل ايه؟ اللي عمل كده. ايوه صحيح يا عم منصور، مين اللي عمل كده؟ اه صحيح، مين اللي عمل كده؟ هيكون مين يعني؟ عيسى. كل سنه واحنا طيبين. طب استنى بقى، كل سنة واحنا طيبين. الله، انت اللي عملتيه علشان؟ زي ما انت عملت كل ده علشان. اوعى تكون طفيتوا الشمع قبل ما يجي. هو ده اسمه كلام برضه يا دكتور؟ اختك فين؟ هتكون فين يعني؟ بتذاكر في اوضتها؟ لا ده مش وقت مذاكرة خالص، خش قولي لها خطيبك وصل. طب وطي صوتك بقى لحسن تسمعك وانت فاتح صدرك قوي كده. ايه يعني بتسمعني وانا اخاف منها يعني؟ ايه الدوشه دي؟ سوري حبيبتي، انا ما اعرفش ان انت مش تقولي لي يا جماعه انها بتذاكر. ما اعرفش انت بتذاكر ايه. لا مذاكره ايه يا جماعه؟ يلا يلا تعالي اطفي معانا الشمع. يعني هو مزاجي يا ماما، ما امتحانات الماجستير خلاص قربت. بقول لكم ايه، لما تيجوا تطفوا الشمع بقوا نادوني. ايه المعامله دي؟ واكمن انا يعني اطيب الاب والام؟ وطي صوتك احسن تخرج لك تاني. يلا هي اول ما تسمعنا بنطفي الشمع هتخرج لوحدها. يلا يا منصور. يلا 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 يلا, يلا بقى نولع. يلا عقبال كده ما نطفي الشمع هنا. وطي صوتك ان شاء الله. يلا يا عيسى. الله يا عيسى حلو قوي حلو قوي. استنى تعال بقى ولع الشمع بقى يا عيسى.
يا جماعه. ها اطلع يا اسطى. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو سارة، هابي بيرثدي تو يو. سنة حلوة يا الو. انت عارف انا بقى عندي كام دبدوب؟ 27 عقبال ال 28 واحنا مع بعض. طيب ممكن اطلب منك طلب؟ طلب واحد بس، 10 20 100. انا السنة الجاية مش عايزاك تجيب لي دبدوب. امال عايزة ايه؟ عايزة فستان ابيض. بس كده يا حبيبتي؟ من عينيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت ايه بقى، جاي معاك واسطة زي الناس دي ولا جاي بطولك كده زي حالاتي؟ انت معكش واسطة؟ لا، انا عمري ما احتجت واسطة في اي شغل اشتغلته قبل كده. ان شاء الله. شغال فين بقى قبل كده؟ لا، ما انا ما اشتغلتش قبل كده، بس اقول لك على حاجة، الشغلانة دي بتاعتي. يعني خدها من عصيرها واروح؟ لا يا عم ما تقلقش. وانت جاي على ايه؟ محاسب. طيب محاسب، انا جاي على مدير حسابات. مدير حسابات مرة واحدة؟ امال ايه، الناس ليفلات. وبعدين انت لسه ما عرفتنيش، انا جامد قوي. انا يا سيدي وسطتي ممدوح بيه توفيق، وكيل وزارة سابق وصديق صاحب الشركة الروح بالروح. معرفة الوالد، كان راكب معاه في خط الطلبية سنة 99. وانت والد سيادتك كان سواق اتوبيس؟ لا، كومساري. لا ده انت كده تنزلني هنا بقى. يا عم فك يا عم، شكلك مشدود. تعال اقعد اهي، رقت. اسم الكريم ايه؟ انا ماهر. وانت ايه بقى؟ أخوك عيسى الفقي. عيسى، اسم حلو وجديد. أنت إيه، في إيه؟ أنت بتدور على حاجة؟ الكارت بتاع التوصية. أكيد أنت نسيته في البيت ولا حاجة. نسيته إيه بس؟ أنا حاطه بإيدي في وسط الورق ده. طيب يعني ممكن يكون وقع منك هنا ولا هنا مثلا، ممكن تطلع تشوف. تكر؟ اطلع بص عليه بسرعة.
عيسى منصور الفقي؟ ايوه فندم. ايوه فندم. انت عيسى الفقي؟ لا هو الحقيقه مش انا، بس هو كان قاعد وزهق ومشي وقال لك عيسى الفقي. ايوه هو جه. انت عيسى الفقي؟ انا عيسى. لقيت الكارت؟ لا ما لقيتوش. طب يلا يا جماعه ما تضيعوش وقتنا، اتفضل. ايه ده؟ وانت اشتغلت في كل الشركات دي في خلال سنتين بس؟ مظبوط يا فندم. مستني. يعني كل مرة بيبقى سبب مختلف. تقدر تقول كده حضرتك ان انا ما احبش اشوف الغلط واسكت عليه. الغلط؟ يا فندم الغلط. طيب يا عيسى احنا في خلال يومين ان شاء الله هنكلمك. اتفضل. طب ولو ما اتكلمتوش حضرتك؟ لا لو ما اتكلمناش نبقى مش عايزينك. السعيد. على فكرة ده أحسن واحد جه النهاردة. وأنت عرفت منين بقى؟ أكيد بيتهيألك. الولد عنده خبرة ومتخرج من الجامعة بجيد جدا. خبرة إيه بس يا شريف؟ بيقول لك ساب 5 شركات في خلال سنتين، ده طبيعي يعني؟ ياسر بعد إذنك أنا مدير الحسابات ومحتاج واحد في كفاءته. ما تقلقش أكيد هنلاقي غيره. طالما مش محتاج رأيي بتندهلي ليه؟ إيه يا عم شريف؟ إيه؟ وإحنا مش هينفع نعدي يوم غير لما نتخانق أنا وأنت؟ ظهر كده بعد اذنك. اتفضل. اللي بعده يا امل. صباح الفل يا فندم. ماهر شعبان من طرف حبيبك ممدوح توفيق بيعشقك، ربنا يحبب فيك خلقه. مستر شريف بتعمل ايه؟ سلمى ده طلب اجازه عايزك تقدمي لي ياسر. اجازه قد ايه؟ معرفش، يمكن ما ارجعش تاني سلمى. لا قصدي يعني الشركه مش هينفع تمشي من غيرك يا مستر شريف. انت الوحيده اللي شايفاني يا سلمى. كلنا شايفين كده الا ياسر. ياسر انا حافظاه كويس، هو اكتر بني ادم محتاجك. ياسر بيتهيأله علشان هو صاحب الشركه لازم يبقى فاهم في الشغل اكتر مني، مع ان انا اللي فاتح الشركه دي من 15 سنه مع والده الله يرحمه. طب ما انت فاهم كل حاجه اهو. ايوه سلمى بس خلاص ما بقتش قادر استحمل اكتر من كده. طب روح هدي اعصابك وريح اسبوع في البيت، لكن توعدني ترجع تاني. انت لو مشيت من الشركه انا كمان همشي. عن اذنك يا سلمى. انت ايه اللي جابك؟ هو انا مش قلت اجي اخدك من البيت؟ مبروك يا حمود، ما قدرتش استنى بصراحه وما اشوفش العربيه الجديده. ادعي لي بقى ربنا يقدرني على قصتها. طب بص بقى انا جبت لك ايه؟ السبحه دي علشان تعلقها في العربيه وطول ما انت سايق تبص لها وتفتكرها. بس انا مش محتاج حاجه افتكرك بيها. وانا بقى كل ما افتكر ان انت العربيه دي هيقعد فيها جنبك ستات حلوين ابقى عايزه اكلهم بسناني. ما تقلقيش هيقعدوا ورا. ليه يا شيخ؟ انا ضماني بقى ان شاء الله. تحب اشيل لك الكرسي؟ ماشي ماشي يا عيسى، اقعد اتريق وهرج كده وانا فعلا بجد يعني هموت من الغيظ. لا انا اللي هموت من الغيظ، لا انا مش شايف ست حلوه في الدنيا دي كلها غيرك. طب انا بحبك. طب يلا اوصلك على البيت عشان اطلع على الشركه اوريهم العربيه ويركبوا لي الجي بي اس والجهاز اللي هيربطني بالشبكه بتاعتهم. لا لا بلاش توديني على البيت، وديني محل شركه. تاني يا ساره؟ يا عيسى بقى علشان خاطري. يا ساره انا مش عايزك تشيلي الهم معايا. طيب هو احنا مش اتفقنا قبل كده ان احنا كل حاجه هنقسمها بيننا احنا الاثنين؟ يا سيدي صدقني ده كلها شهر بالكتير وان شاء الله هنكون سددنا الدين اللي علينا وبعدها بقى الدنيا هتحلو وهتلاقي شغلانه جديده وهتاخدني معاك. طب يلا عشان اوصلك. يلا عشان نجيب العربيه من جوه. حلوه صح؟ طيب افلام you
مساء الخير. مساء الورد. كنت متأكد إنك راجعة. بص أنا مش معايا فلوس، فمش جاية أكملك قسط الشهر ده. أنا عارف. أنت جاية تقولي لي إنك وافقتي تشتغلي معايا، صح؟ عرفت منين؟ يا بنت الناس صدقيني مش هتلاقي حد يريحك قدي. بس نتفق الأول. نتفق بس على إيه؟ بص أنا مش هقدر أشتغل طول اليوم، فعلى الساعة 5 بالكتير أكون ماشية من هنا. طب ما تخليها على المغرب عشان أكمل أنا لوحدي. وأجازتي الجمعة. هي الجمعة مش أجازة المحل يا سو. بس ماشي اشتريت. ويا ريت يعني تزود لي مرتبي شوية، كفاية قوي إن نصه هيروح في القسط. يا ستي مش هنختلف، بس أنت وشطارتك يا سو هتزودي الإيراد هظبطك في الحوادث. ماشي أنا جاهزة من أول أسبوع. ما تخليها من بكرة طيب. على طول كده؟ احمد ربنا ان انا ما قلتلكيش من النهارده. ماشي متشكره. السلام عليكم. عاوز مين؟ انا كنت جيت عملت مقابله وقالوا لي هنكلمك وما حدش اتصل بيا. هم قالوا لك هيكلموك؟ قالوا لي يومين بالكتير. يبقى خلاص مش هيكلموك. يعني انا كده ما نجحتش. اي يظهر ان انا كان لازم اجيب واسطه معايا. ايه ده؟ هو انت اللي جاي من غير واسطه؟ هم حكوا لك عني؟ اي انت عارف انك عملت مشكله كبيره جدا مع رئيس الشركه ومدير الحسابات؟ هو مدير الحسابات كان مقتنع بيا جدا، انما رئيس الشركه ده قاعد يهري من ساعه ما دخلت وراجل غتت غتاته و... انا اخته على فكره. بس طيب قوي وابن حلال. كويس انك فرملتيني قبل ما اعك الدنيا اكتر من كده. حاسه الخير. انا اسمك. اتفضلي. هو انت ايه ده؟ إيه انا شفتك فين قبل كده؟ طبعا جاي زي حالاتي تسال على نتيجه المقابله. لا يا كوتش، ما انا خلاص الحمد لله اتعينت. بجد؟ من غير ولا واسطه؟ لا يا عم ربنا ما يحوجنا الواسطه، ما انا قلت لك انا جامد قوي. مدير حسابات؟ لا هي حاجه مؤقتا كده يعني، بس ان شاء الله مدير حسابات دي الخطوه الجايه. ماهر؟ ايوه. ما فيش اسره واحده، ما فيش القاب ولا. يا ماهر ايوه. فين القهوه بتاعت مستر ياسر؟ ما انا قلت لك حاجه مؤقته يعني، هم بيحبوا يشربوا من البن بتاعي. أنا بسرعه معلش ممكن سؤال؟ اتفضل. هو ماهر ده اتعين هنا عندكم؟ ماهر ماسك البوفيه بس لسه تحت الاختبار. بوفيه وتحت الاختبار؟ ايوه غلبان. دبلوم تجاره كان جاي متخيل ان احنا هنشغله محاسب. محاسب ايه؟ ده كان جاي على مدير حسابات. بسرعه يا ماهر. قدامي ربع ساعه اوصل لاوتيل. معلش لا عربيتي لسه في الصيانه، انا راكبه اوبر. لا ها ده كده كتير قوي. طب سلام في ايه؟ العربية اللي ورانا ماشية ورانا من أول ما اتحرك. طب اجري منهم بسرعة. حاسب تعرف يوم؟ مش وقته دلوقتي، هفهمك بعدين، بس اجري منهم وهديك اللي انت عايزه. عارف احنا بقالنا قد ايه ما خرجناش مع بعض؟
ايه مالك بتبصي لي كده ليه؟ اصل بيبقى شكلك احلى يعني وانت بره لبس وكلين ياب. لا خالص، بس ده يمكن دلوقتي يعني. ان شاء الله اول ما هنتجوز هنظبط كل حاجه من اول وجديد. احنا محتاجين نظبط قبل الجواز مش بعده. مش هنلحق يا رانيا، احنا شكلنا كده هنتجوز على اخر الشهر. احنا لسه ما اتخطبناش. واحنا يا بنتي محتاجين نتخطب. العيلتين عارفين بعض من زمان، وانا وانتي متربيين مع بعض من واحنا صغيرين. ايوه بس الجواز ملوش دخل باللي انت بتقوله ده يا وليد. يا بنتي واحنا ايه اللي هيخلينا نستنى؟ الشقه وخلصانه، والعفش كمان جاهز، ايه مالك؟ احنا مش جاهزين. بقول لك ايه يا رانيا؟ انت خايفه من الجواز ولا خايفه مني انا؟ خايفه مني انا يا وليد. انا عاوز احبك زي ما انت بتحبني، ويمكن يكون اكتر كمان. معلش هتبقى كويس. معلش. ما كنتش فاكره ان الدنيا لسه فيها رجاله زيك. كنت هتموت نفسك عشان واحده ما تعرفهاش؟ منه لله بقى، ابويا هو اللي عودني على كده. ما تقلقش، المسكن اللي اديتهولك مفعوله سريع. وهربط لك دراعك دلوقتي وهتبقى كويس. بالراحه بالراحه بالراحه. حاضر. انت دكتوره ولا ايه؟ تقدر تقول نص دكتوره. نص دكتوره؟ ازاي يعني؟ خرجت من رابعه طب. خرجت حسن سير وسلوك ولا ايه؟ تقريبا. لا بجد، انت كان فاضل لك سنتين. حكايه مش عايزه افتكرها دلوقتي ومش وقتها. هما مين اللي كانوا عايزين ياذوكي دول؟ اكيد اتنين بلطجيه بعتهم علي ابن جوزي الله يرحمه. فاكر نفسه هيعرف ياخد مني بالعافيه اللي ما خدوش من المحكمه. انت ارمله؟ من سنه. اتجوزت راجل اكبر مني في السن وكان غني. هو اللي خلاني اسيب الكليه. مراته وولاده فرحوا اني ما خلفتش منه، يعني عشان ما اجيب لهمش حد يشاركهم في الميراث. ما كانوش يعرفوا ان ابوهم كتب لي الشركه ونص املاكه باع وشراء قبل ما يموت. ايه بس انت لازم تبلغي البوليس عشان ما يحاولش ياذيكي تاني. اكيد هعمل كده. هروح اعمل محضر. بس انا لو احتاجتك هتيجي تشهد؟ طبعا، انا تحت امرك. طب هعمل لك حاجه تشربها. لا 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 ملوش داعي. انا اتاخرت وزمان ابويا قلي عليا. لا ما ينفعش، لازم تشرب حاجه. معلش خليها مره تانية بعد اذنك. اتفضل. مع السلامة. سبحان الله، الخالق الناطق. من مين؟ مني. لما وقعت من شباك الاتوبيس وانا بجري ورا زبون زوغ من دفع التذكره. اما منصور والنبي مش طالبه قلش دلوقتي. يعني انت اللي ضربتهم وحصل فيك كل ده، امال هم حصل فيهم ايه؟ هتلاقيهم ساحين في دمهم دلوقتي. يا واد يا جامد، ربنا يستر بس وما يكونوش خدوا نمره عربيتك. هم ممكن يكونوا عملوا كده بجد؟ ايوه كده، ارجع لاصلك وخاف يا خواف. لا مش خاف، المفروض هم اللي يخافوا مش انا. انت عارف ليه؟ ما هو انت كده طول عمرك بتدور على المصايب بملقاط. تفتكر هما؟ هما ايه بس يا اخي؟ دي ساره، دي سالت عليك يجي 9 مرات، قلبها حاسس ان الموضوع ورا واحده ست. اوعى تغلط، انا ما اتخانقتش عشان واحده ست. لا لا ما تخافش، هي هتفهم لوحدها. طب خش انت جوه. مفيش، دي خناقة بسيطة. انت بتعملي ايه؟ بشمشم. فتش عن المرأة. افتش فين؟ انا اللي هفتش يا بيه مش انت. يا شيخة ما تبطلي جنانك ده بقى. طب قولي الحقيقة وانا مش هزعل على فكرة. اعتبرها نزوة وعدت.
كمان لبستيني في نزوة. الله، طب ما تقولي اتخانقت ليه طيب؟ مفيش، أنا وأنا ماشي لقيت اتنين بلطجية خاطفين عيل صغير، فجريت وراهم ومسكتهم ورجعت الواد لأمه. أمه، وطبعاً أمه دي كانت حلوة وصغيرة. يا شيخة حرام عليك، صغيرة إيه؟ دي كان عندها بتاع 70 سنة. 70 سنة وعندها عيل صغير؟ شفت؟ قلتش حاجة أنا؟ أنا مش هتكلم، رد أنت على أبوك. يا عم أنا مالي؟ لا، ما هو أنت مش فاهمة، أنا اكتشفت في الآخر لما رجعت لها الولا إن هي جدته مش أمه. عيسى، أنت عارف أنا لو اكتشفت إنك بتحاور عليا أنا ممكن أعمل فيك إيه؟ عارف. لا يا مختار، رانيا ما قالتليش أي حاجة. عموما لما ترجع من الشغل هفهم هي عملت كده ليه. ما تزعلش أنت نفسك بس. طيب، حاضر، مع السلامة. صباح الفل يا حبيبتي. صباح الخير يا حبيبي. لسه قافله مع انكل مختار. رانيا اختك مجننه وليد ورافضه تتجوز دلوقتي. انا مش فاهم هو مستعجل على ايه؟ هيموت قوي كده ويتجوز على نفسه؟ بدل ما تقعد معاها وتعقلها. عقل مين يا ماما؟ انت عارفه رانيا كويس، مش هتسمع كلام حد ومش تكبر لحد. طيب اعمل حسابك يوم الخميس تيجي معايا فرح نشوى بنت طنط رجاء. قديماوي. نشوى؟ لا يا قلبي، انت. انا؟ لسه فاهمه ان بعد كل ده انا ممكن اتجوز جواز صالونات؟ ها؟ عايزين اجي معاك الفرح عشان توريني واحده من البنات الكتير قوي اللي جايين عايزين يتجوزوا. انت ما توريني شطارتك انت وتتجوز بطريقه جديده. يا روحي انا مش مستعجل على الانتحار دلوقتي. يعني ايه؟ هتقعد انت واختك من غير جواز؟ انت يا حبيبي اللي قدك كان زمانهم خلفوا عندهم عيال في كي جي 2 صح؟ بسمع منك للصوره دي في اليوم اكتر من 50 مرة. زهقت؟ ايه؟ لازم امشي عشان مستعجل، انا عندي شغل. باي. باي. هيجنوني الولاد دول. لا دي عايزة تتجوز ولا هو عايز يتجوز. عجبتك الشركة؟ جدا بصراحة، ما كنتش فاكرها كبيرة وشيك كده. شكرا. شكرا كمان انك رحت تشهد في الاسم. ان شاء الله يقدروا يجيبوا العيال البلطجية دول. على فكرة انا لو شفتهم هطلعهم من وسط 1000. طب اعمل حسابك بقى ان هم ممكن يحتاجوك في النيابة. برضو جاهز. صباح الخير. عيسى يا علاء، الراجل الشهم اللي انا كلمتك عنه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. علاء مدير الشركه والمحامي بتاعي وكمان جوز اختي اللي انت شفتها في السكرتاريه بره. اهلا وسهلا. اتفضل. ايه ده؟ ده مبلغ بسيط الاستاذه ما قالت لي حضره لك قصاد وقفتك جنبها. وانت طلبتيني النهارده عشان ده؟ انت تستاهل اكتر من كده. أنا آسف. اتفضل. طيب عن إذنك أنا. اتفضل اقعد يا عيسى. ما كنتش فاكرة إن موضوع الفلوس هيزعلك قوي كده. أنا مش زعلان منك. أنا زعلان من الوضع اللي اتحطيت فيه. وخلاكي تتعاملي معايا على إني مجرد سواق أنقذك من 2 بلطجية. تقصد إيه؟ بقول لك ايه؟ هو ايه حكايه الواد اللي بقى ده؟ ماله؟ رفض ياخد ظرف الفلوس من غير ما يعرف في كام. عادي يعني. الراجل عنده عزه نفس. قصدك ايه؟ قصدي اللي انا قلته. انا بكالوريوس تجاره، جيد جدا. والعربيه دي بشتغل عليها عشان تساعدني في المصاريف. لغايه لما الاقي شغلانه تليق بيا. ولغايه دلوقتي ما اشتغلتش؟ اشتغلت كتير قوي، والسي في بتاعي مليان شهادات خبره. طيب ممكن تجيبهولي معاك المره الجايه؟ تضحك على ايه؟ انا فعلا محتاجه محاسب شاطر. ايه اتأخرت عليك؟ لا يعني مش قوي. جبت شيكات؟ جبت الفلوس. اتفق الأول. اتفق على ايه؟ معاك 3 شيكات بدراتب 1,000,000 جنيه، هقسطهم لك على سنة. ما قلتيش كده في التليفون. قلت لي أنت هتيجي تسدد الشيكات عشان ما أوديهاش النيابة. هتفرق معاك في إيه؟ ما أنت كده كده هتاخدهم. لا هتفرق كتير. سدد كله على دفعة واحدة.
وإلا هرفع قضية الصبح. وأنت هتستفيد إيه لما تحبسني؟ أشفي غليلي يا جدع. كفاية إنك دخلت شركتني عشان تنصب عليا. أنا عمري ما كنت نصاب. يبقى تدفع اللي عليك. خاف مني يا ياسر يا شاربي. مصلحتك ما تخسرنيش. أنت اللي خاف مني يا نعيم. الشيكات اللي معايا دي كل شيك فيهم هتاخد فيه 3 سنين على الأقل. نعيم ما تحبس. لسه ما اخترعوش كلبشات تيجي على مقاسه. لا عادي على فكرة. ممكن يخترعوا كلبشات تيجي على مقاسه. ولا ايه؟ انا ده